يا صباح الخير، صباح الخير متابعيني، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وحدة على السناب قالت لي عندي تمن زايد رز، يعني رز زايد مطبوخ وبالثلاجة، شو اسوي بيه؟ شفتوا البارحة سوينا شغلات همين باشياء زايدة عندنا. وبالصدفة اني همين عندي تمن مطبوخ، يعني رز زايد بالثلاجة، جهالي ياكلون جازمن رايس حبة قصيرة مو بسمتي. قلت خلينا نسوي فد شي بي، تعالوا يلا نسوي نجرب فد شغلة. زين، هذا الرز المطبوخ اللي عندي تقريبا كوبين الا ربع، هيجي مطبوخ كان بالثلاجة، هسه طلعته بارد. بعده حضر خضرة هنا، شوية بقدونس على شوية فلفل الوان بارد على بصل اخضر، جزراية برشتها هيجي الكمية اللي تحبوها راح اضيفها على الرز. وهنا الماش فليكس، هذه مال بوتيتو اللي نسويها من عندها، ماش بوتيتو كوب واحد حتى يصير مثل العجينة، ما اريد استعمل طحين لان هذا تمن، فهذه انسب شي. وموجودة عندي ملعقة صغيرة من باودر الثوم، نص ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من ماجي خضرة، اذا ما عندكم ضيفوا ملح، ملعقة كبيرة من 7 بهارات يعني، وملعقة صغيرة من فلفل حار، كلش طيب وياها فلفل حار اللي تحبوه، يعني اذا تحبون بارد خلوا بابريكا. انا ايش راح اسوي؟ راح احرك هنا أنا بس حتى تتداخل الاشياء مع بعض، وابدي اضيف مي حتى اعجن، لازم اضيف سوائل لانه كل شي ناشف، فراح اضيف مي، اظل احرك واضيف وجبة الاخرى. المي كله كان كوب واحد مي بدرجة حرارة الغرفة، ضفت اول نص وهذا نص الثاني، صار كوب واحد من المي بدرجة حرارة الغرفة. اظل احرك يعني بحيث خلص ما نحتاج سوائل اكثر يعني بالمايات، وهاي راح اضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت. هاي الاضافة اذا ردتوا تشوها مو تقلوها، اذا ردتوا تقلوها لا تضيفون زيت، 3 ملاعق كبيرة زيت، حبتين من البيض حتى تتماسك العجينة عندنا لازم. اذا ما تريدون الصفار ضيفوا 3 بياض. هسه راح ابدي اعجن زين اعجن زين بحيث اقدر اشكلها بعدين العجينة. زين، لبسوا كفوف مثلي احسن. المهم صارت العجينة عندنا، الرز دي يبين بس نقدر يعني نشكلها شوية ايدي بالزيت، وابدي اشكلها على شكل كبابايات. اني راح اقليها بالقلاية الهوائية اكثر صحي، تقدرون تقلوها عادي يعني او تشوها بالفرن، اذا قليتوها مثل ما قلت لا تخلون زيت بالعجينة، عشان ايدي ودا اشكلها هيجي. يا جماعة القلاية الهوائية كلش ضرورية لكل بيت لان اكثر الاكل يصير صحي بيها. خليتها هسه بدون ما ادهن القلاية، بس على الزيت اللي استعملته واني دا اشكل كبابايا يعني ما احتاجيت. هسه على مود يكون صحي، القلاية مالتي اسمها جورمية، راح اخلي لكم الصورة مالتها جوا والرابط مال امازون اذا تريدون تسوون اوردر، او اي قلاية هوائية يصير نفس الشي يعني. وهسه راح ادخلها على الفرايز يعني البطاطا، بس مو 15 دقيقة، راح اخليها يعني صارت كلها 13 دقيقة، بس على خلوها على البطاطا ودرجة على 400 وخلوها بنص الطريق. قلبتهم اني قلبتهم على الجهة الثانية ورجعتها مرة ثانية عن ما تصير، وهذا شكلهم صحي وطيب، وخاصة للنباتيين اليوم مدارين النباتيين احنا روعة. نسوي صاص، ملعقة كبيرة من كاتشب، ملعقة ونص كبيرة من الرانش، وخليت ملعقة كبيرة من صاص حار، هو هذا طيب يعني، اذا عندكم بعد رالش اللي هو خيار مخلل بعد اطيب.
راح اضيف ملعقة كبيرة من خل، خل ابيض، وطبعا تقدرون بس صاصحة، تقدرون بس كاتشب، بس رانش، كلش طيبة بلا كل شي ويا الخضرة. وهذا شكلها ويا الصاص، عصرة ليمونة، شو تريدون؟ في خد شوف شوف نذوق بلا صاص، بس هاد صاص، شنو ما تريدون؟ خضرة، الله طيبة كلش كلش. بين الكبة حلا بالبوتيتا شاب والعروق كباب، ما اعرف شو اسميها، سموها انتو. كلش طيبة، جربوها.